للمزيد ينضم إلينا من خان يونس جنوب قطاع غزة يوسف أبو كويك مراسلنا على الهواء مباشرة. يوسف، في التصعيد الجاري الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة يشمل بشكل متزامن القطاع بأكمله، ما الذي يحدث في مختلف مناطق القطاع وتحديدا في المناطق الجنوبية، المناطق الشرقية من خان يونس وكذلك مناطق واسعة من محافظة رفح في أقصى جنوب القطاع؟ نعم أحمد، التطور الأبرز في الساعة الأخيرة عودة إطلاق الصواريخ طويلة المدى من قطاع غزة، وهي تطلق مرة أخرى باتجاه منطقة زدود وهي من المناطق الأقصى في جنوب القطاع. نتحدث عن مدينة رفح التي تتعرض لعملية برية منذ 3 أشهر. يوسف، معلش، وأنت تشير إلى التطور الميداني الكبير أو اللافت للغاية، لأنه حتى بلدية أسدود كانت قد أعلنت إعادة فتح الملاجئ من جديد، ودوي صفارات الإنذار فيها كان مسموعا وفق التقارير التي جرى تداولها. هل علم من أي المناطق كانت هذه الصواريخ؟ لأن القطاع بأكمله إما مسوى بالأرض أو على الأقل تقول إسرائيل إن لها حضورا على أرض الميدان هناك. في الحقيقة أحمد، هذه الصواريخ شاهدناها من حيث وهي تنطلق باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، واضح أنها انطلقت مرة أخرى من مدينة رفح جنوب القطاع، وهي المدينة التي لا زال الجيش الإسرائيلي يسيطر على كامل مساحتها الجغرافية، وهو يواصل العملية البرية منذ 3 أشهر هناك، لكن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية، وربما هذه الرشقة تحمل دلالات كبيرة تتجاوز فكرة يعني ربما الحدث الميداني الآني، بمعنى أن الاحتلال بعد 3 أشهر على عملياته البرية في رفح، تقول المقاومة إنها لا زالت تمتلك الأدوات للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة. أيضا لاحظنا اليوم في مدينة رفح عودة الاشتباكات على ما يبدو في أقصى المناطق الشرقية من المدينة، في منطقة زلاطة إلى الشرق من منطقة الشوكة، وهي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ الأيام الأولى لبدء العملية البرية، بمعنى أن المقاومة يبدو أنها تناور وتفاجئ جيش الاحتلال بكمائن وأماكن جديدة للمواجهة، على خلاف ما كان يجري في المناطق الغربية من المدينة وتحديدا حيي السعودي وتل السلطان التي سمع اليوم فيها دوي انفجارات ناجمة عن القصف المدفعي الإسرائيلي. لكن المؤكد يوسف أيضا وأنه استقراء للنقطة التي أشرت إليها فيما يخص بالرشقة الصاروخية، أخذا في الاعتبار البعد الجغرافي الذي لا يبدو بسيطا بين رفح في أقصى جنوب القطاع وبين مستوطنة أسدود، هذا يشير إلى أن الصواريخ هذه لم تكن قصيرة أو متوسطة المدى، وبالتالي هذا أيضا يشكل بعدا آخر فيما يخص إعادة تجميع القدرات العسكرية للفصائل. في الحقيقة أحمد، من خلال المتابعة كإعلاميين منذ سنوات لانطلاق هذه الصواريخ، معظم الصواريخ بعيدة المدى التي تطلق باتجاه منطقة تل أبيب ومنطقة زدود كانت تطلق إما من المحافظة الوسطى أو من جنوب القطاع، وهذا مؤشر على أن المقاومة لا زالت تمتلك أدواتها للرد على الجرائم الإسرائيلية. أن تطلق الصواريخ من منطقة رفح باتجاه زدود يعني بالفعل أنها صواريخ طويلة المدى قياسا لقدرات المقاومة الفلسطينية، وهي إشارة مهمة ربما يقرأها العسكريون الإسرائيليون الذين يصرون على مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس، التي تقول عبر بياناتها المختلفة إنها ما زالت تمتلك قدرات من خلالها تدافع عن قطاع غزة وترد على الجرائم الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالتصعيد الجاري في مدينة غزة، الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل استهدف بناية تعرف ببناية حسنية وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، دون أن يسفر ذلك حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو ضحايا، بانتظار أن ينتهي رجال الدفاع المدني من عملية البحث في هذا المبنى المدمر. مشفى الأهلي المعمداني في شرق المدينة استقبل اليوم جثامين 5 شهداء، 2 منهما استشهدا إثر قصف إسرائيلي نحو مجموعة من المواطنين في شرق حي الشجاعية وتحديدا شارع النزاز، 3 آخرون جرى انتشالهم من منطقة الزيتون، فيما هناك
اثنين مفقودين بسبب القصف الإسرائيلي الذي يحول دون وصول طواقم الدفاع المدني إلى هناك. في المحافظة الوسطى، الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم استهدف خياما للنازحين في مشفى شهداء الأقصى، وهي المشفى التي تتعرض باحاتها للمرة الثالثة للقصف، وتحديدا استهداف خيام النازحين. قصف أسفر عن استشهاد 5 مواطنين من بينهم سيدة، وفي ذات المنطقة دير البلح ولكن إلى الغرب من المدينة استهدف منزل عائلة الحسنات واستشهد 3 إثر هذه الغارة، كما أطلق صاروخ على شارع صلاح الدين تحديدا بجوار بناية الرائد. أسفر هذا القصف قبل قليل أيضا عن إصابة مواطن بجراح نقل على إثرها إلى مشفى شهداء الأقصى. 8 من الشهداء في الساعات الأخيرة كانوا أيضا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة جباليا، استهداف لمنزل عائلة العمودي، استشهد الرجل وزوجته ووالدته وأبنائه، بمعنى أننا نتحدث أيضا عن عائلة جديدة تشطب من السجل المدني بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل. كل محافظات القطاع منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة سجل فيها عدد من الغارات وارتقى فيها عدد من الشهداء، لذا يمكن أن نقول أنه منذ فجر اليوم حتى اللحظة قرابة 21 شهيد على الأقل وصلت جثامينهم إلى مشافي القطاع المختلفة. قبل قليل كان التحديث اليومي الذي يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد الشهداء الذين سقطوا في نحو 24 ساعة فقط في مجازر قوات الاحتلال ضد العائلات بلغ قرابة 33 شهيدا فقط خلال 24 ساعة، مع عدد أكبر من المصابين. نعم. أخيرا يوسف، فيما يخص المعارك التي تدور على الميدان على مستوى محاولات مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل أو محاور التقدم، ما الذي يحدث في مدينة غزة، في محافظة غزة وفي المحافظة الوسطى باختصار لو سمحت يوسف؟ فيما يتعلق بالإحصائية التي أشرت إليها أحمد، هي في 24 ساعة، لكن هناك 21 شهيد استشهدوا في غضون 12 ساعة منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بمحاور القتال، اليوم استمعنا إلى تجدد الاشتباكات في أقصى المناطق الشرقية من مدينة رفح، وهي كانت مناطق قياسا بمناطق الغرب أكثر هدوءا كونها مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ الأيام الأولى لبدء هذه المعركة البرية في رفح، وقام بتدمير مساحات واسعة من المربعات السكنية هناك، لكن المقاومة عاودت ربما تجديد قدراتها أو حاولت إعداد بعض الكمائن في هذه المناطق. أيضا سمعنا دوي انفجارات في المنطقة الغربية من مدينة رفح، لكن لا يبدو أن هناك اشتباكات في غرب المدينة بقدر ما هو استهداف إسرائيلي. في منطقة وسط القطاع وتحديدا ما بات يعرف بمحور صلاح الدين أو عفوا محور نتساريم، هذا المحور تعرض أيضا للقصف من قبل المقاومة الفلسطينية بعدد من قذائف الهاون، وهي المناطق التي يتواجد فيها وتتمركز الآليات الإسرائيلية، منطقة نتساريم ومنطقة رفح. ما دون ذلك كان المستجد في الساعة الأخيرة هو إطلاق الصواريخ صوب منطقة يزدود من قبل المقاومة الفلسطينية التي أطلقت رشقة صاروخية من أقصى جنوب القطاع. يوسف أبو كويك مراسلنا، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة من خان يونس جنوب قطاع غزة.